وسط الآلام أراك إلهي، وسط الأحزان تعزي حياتي، وسط الظلام تنير طريقي، وسط الأشواك تمسك بيميني، وسط الآلام أراك إلهي، وسط الأحزان تعزي حياتي، وسط الظلام تنير طريقي، وسط الأشواق تمسك بيميني. فهاتي إليك وضيقاتي لديك، أطرح خوفي وضيقي في يديك، فأنت يسوع ماسك يدي، فأنت يسوع ماسك يدي. وسط أنت صديقي، معي في الغربة أنت رفيقي، وفي الممات أنت رحيمي، وفي السماء أنت حبيبي. صديقي معي في الغربة أنت رفيقي، وفي الممات أنت رحيمي، وفي السماء أنت حبيبي. ضيقاتي لديك، أطرح خوفي وضيقي في يديك، فأنت يسوع ماسك يدي، فأنت يسوع ماسك يدي. مشاهدينا الكرام، بهذه الكلمات حبينا نبدأ برنامجنا النهاردة، وإحنا بنأكد كلمات هذه الترنيمة أن يسوع ماسك يدينا. هو وحده اللي قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كمان في مزمور 62 بيقول لنا، هقرأ آيتين من مزمور 62 والآيات 5-8، بيقول: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي، إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي فلا أتزعزع، على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي محتماية في الله. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا، الله ملجأ لنا. عنوان حلقة النهاردة هيكون هو الكوارث والأوبئة من منظور الكتاب المقدس. الكوارث والأوبئة من منظور الكتاب المقدس. والخليني أفكر في الموضوع دون هو انشغال الكثيرين على السوشيال ميديا بهذا السؤال: هل الله هو سبب؟
هل هذه الأوبئة أو هذه الكوارث هي دينونة الله على البشر؟ والبعض طبعا بدأ يؤكد بحزم وبشدة أنه ما يحدث ما هو إلا دينونة من الله، والبعض الآخر بدأ ينفي أنه ليس لله دخل بهذه الأمور. والسؤال الأهم أيضا في كل هذه الظروف هو أين الله من كل هذا؟ الأسئلة الصعبة، هناك عدة أسئلة صعبة بالأخص عندما نكتاز في ظروف ومحن وضيقات وألام. الأسئلة الصعبة اللي دايما بتجيلنا هي لماذا؟ لماذا أنا؟ أو لماذا نحن؟ أو لماذا الشعب الفلاني؟ أو النهاردة لماذا العالم كله؟ لماذا؟ هل في سبب أو في حاجة إحنا ارتكبناها؟ هل السبب هو البشر؟ أم السبب خارج نطاق البشرية كلها؟ لماذا؟ لماذا يحدث ما يحدث الآن؟ ده السؤال اللي دايما حتى الواحد لما بيدخل في ضيقات شخصية بيسأل لماذا؟ ولماذا أنا؟ لماذا أنا بالذات؟ أو لماذا الشعب الفلاني بالذات؟ والسؤال الثاني، من هو المسؤول؟ مين المسؤول؟ هل ما يحدث هو سبب الإنسان؟ أو ما يحدث هو سبب الله؟ هل نلوم الناس ولا نلوم الرب؟ ولا ما ينفعش نلوم الناس وما ينفعش نلوم الرب؟ من المسؤول؟ ما هو أكيد مادام في حاجة حصلت يبقى في مسؤول عن ما قد حدث. من المسؤول؟ وعلى فكرة في معظم الأوقات احنا بندور على المسؤول علشان او بندور على الإجابة على السؤال من المسؤول علشان نوجه له اللوم، فنلقي باللوم بالكامل على ما نظن أنه مسؤول. والسؤال الثالث، أين الله؟ فينه؟ فين ربنا من كل هذا؟ هل الله يهتم؟ هل يعتني؟ هل الله قريب؟ بعيد؟ هل الله يشعر بما نشعر نحن به؟ هل الله رحيم؟ هل الله قدوس؟ هل الله محب؟ أين هو؟ وإذا هو موجود لماذا لم يوقف الألم؟ ولماذا لم يوقف المعاناة؟ هل هو يستطيع؟ وإذا كان يستطيع فلماذا لا يتدخل؟ أين الله؟ دول يمكن أكتر ثلاث أسئلة في وقت الألم وفي وقت الضيق دايما الإنسان بيسألهم. والأسئلة دي مش جديدة، الأسئلة دي قديمة قدم البشرية كلها. كويس؟ في سنة 1755، التاريخ ده مهم جدا جدا لأي دارس للتاريخ الأوروبي، لأي دارس للتطور الفكري والفلسفي والديني في أوروبا يعرف التاريخ ده كويس. سنة 1755 ضرب زلزال قوي جدا مدينة لسبون، ودي مدينة برتغالية. كويس؟ والبعض يعني حط حتى انه هذا الزلزال ممكن يكون بقوة 9 ريختر، لو يعتبر من اعلى درجات الزلزال. دمر المدينة، ولان المدينة على المحيط فحصل نوع من ايضا السونامي، فالامواج دخلت المدينة. وحصل مش بس كده، مش حصل زلزال وحصل فيضان للمياه، لكن أيضا المدينة أحرقت. كويس؟ فثلاث حاجات تسببوا في موت أكتر من 100,000 شخص من سكان المدينة. الزلزال ده كان هو موضوع الساعة لكل المفكرين والفلاسفة واللاهوتيين في ذلك الوقت، وكانت هناك عدة أسئلة طرحها المفكرين. ويمكن أيضا هذا الزلزال كان سبب في انحراف البعض وذهابه إلى الإلحاد، منهم فولتير. كويس؟
كتب عنه، إيمانويل كانت كتب عنه، وآدم سميث أيضا، وغيرهم من الكثيرين من الفلاسفة واللاهوتيين اللي كانوا في ذلك الوقت أو الذين كتبوا بعد هذا الحدث بعدة سنوات. وكانت الأسئلة اللي بيطرحوها كالآتي: هل الله وحده يلام على هذا الزلزال؟ لأنه زلزال ولأنه ليس للإنسان دخل فيه، فهل الله وحده يلام على هذا الزلزال؟ طب وكيف لله الذي هو كلي القدرة وكلي الرحمة إنه لا يتدخل؟ لماذا لم يتدخل؟ إذا كان فعلا بحسب ما بنقرأ في الكتاب المقدس إنه هو كلي القدرة، وإذا كان فعلا هو أيضا إله رحيم، فلماذا لا يتدخل؟ السؤال الثالث والأصعب هو: كيف له أن يسمح بموت الأبرياء؟ حتى لو افترضنا أن المدينة فيها خطأ، كيف للرب أن يسمح بموت الأبرياء؟ أليس في المدينة أبرياء كثيرون؟ لماذا يصمت الله؟ ودي يمكن المشكلة الكبيرة اللي بتواجه كل الذين يجتازون في محن. انت ليه مش بتتكلم؟ ليه مش بتقول؟ ليه طيب مش حتى بتدافع عن نفسك؟ ليه مش بتوضح لينا الامر؟ لماذا يصمت الله؟ سكت ليه؟ طبعا الأسئلة دي كلها أسئلة منطقية وأسئلة بتورد على أفكارنا وعلى أذهاننا لما نمر في ضيقات، لما بلد يغرقها إعصار، لما زلزال يضرب مكان، لما فولكين يحصل أو يعني يحصل وتتحرق مدينة أو يتحرق مكان كبير، لما أعصير. ودايما السؤال: أين الله؟ ولماذا يصمت؟ ولماذا لا يتدخل؟ وبالتالي المحصلة اللي ممكن تحصل إنه الإنسان يلوم الله على ما قد حدث. زي ما قلت، الأسئلة دي ليست جديدة، الأسئلة دي قديمة قدم الإنسان، وبيقف قدامها الإنسان عاجز. ومش عيب إن احنا نسأل الأسئلة دي، مش عيب. رجال الله في الكتاب المقدس سألوها، ورجال الله في الكتاب المقدس وقفوا متحيرين قدامها. كويس؟ يعني مثلا مزمور 13 وعدد 1 يقول لنا ايه: الى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ الى متى تحجب وجهك عني؟ عايز اقول له ايه؟ انت فينك؟ انت فينك؟ يا إما نسيني، يا إما أن أنت حاجب وجهك عني للدرجة أنك لا ترى ألامي ومعاناتي، أو شايفها لكن لا تبالي. حبقوك أيضا قال رب: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. ده أنا عمال أدعوك وكأنه ما فيش أي استجابة، كأني بضارب الهواء. مش بس بده، أنا كمان بصرخ إليك من الظلم إنك تتدخل وإنت مش بتخلص. أسئلة عادية. كويس؟ ومش عيب إن احنا نسأل الأسئلة دي، ومش عدم إيمان إن إحنا نسأل الأسئلة دي. لكن هؤلاء رجال الله مش بس سألوا، لكن كمان
كانوا واثقين ومتأكدين أنه حتى صمت الله أو عدم استجابته في الوقت دون لا تعني غيابه ولا تعني إهماله. وعش كده ظلوا متمسكين بالرب إلى النهاية. كتاب مقدس والكوارث. طبعا اللي يدرس فينا موضوع الألم والشر يعرف أنه هناك تفرقة كبيرة جدا ما بين ما نطلق عليه natural disaster أو moral disaster أو natural evil أو moral evil، بمعنى أنه الشرور الطبيعية اللي بتحصل هي مش شرور، بس هي لأنها بتصيب الإنسان فبيطلق عليها شرور، لكن هي مش شرور، هي ظواهر طبيعية، الزلازل، البراكين، كل دي كلها بتسمى ظواهر طبيعية، لكن لأنها بتصيب كوارث طبيعية، لكن لأنها بتصيب الإنسان فأوقات بيطلق عليها أنها شرور أو كوارث طبيعية. كويس. وفي فرق ما بين الشرور الأخلاقية، يعني أن واحد يعتدي عليك، يأذيك، يقتلك، السرقة، الزنا، الفحشاء، دي كلها شرور أخلاقية. شرور أخلاقية. أنا هتكلم أركز كلامي أكثر النهاردة على الكوارث الطبيعية. كويس. اللي بتحصل. وهل الكتاب المقدس، يعني مثلا الإعصار اللي ضرب مصر من أسبوع، أو فيروس كورونا أو كورونا فيروس اللي منتشر في كل مكان، هل الكتاب المقدس بيقدم لنا صورة واضحة عن ليه ومين وازاي وامتى كل الحاجات دي ولا لا؟ الكتاب المقدس والكوارث الطبيعية. الكتاب المقدس فيه حاجتين مهمين ماشيين مع بعض. كويس. الحاجة الأولانية انه في كوارث ارتبطت بكل وضوح الله اعلن عنها انها دينونة إلهية. اللي يقرأ فينا الكتاب المقدس مجرد انه يفتح يوصل الى تكوين 6 يعرف انه هناك كوارث طبيعية. زي ايه؟ زي الطوفان. الطوفان اللي غرق كل الارض ايام نوح لم يكن مجرد انه اخصاب للارض، لا، ده كان دينونة الهية. حريق سدوم وعمورة كان ايضا دينونة الهية. الضربات العشرة اللي الرب ضرب بيها مصر كانت ايضا دينونة الهية. المجاعة ايام اليشع، خراب اورشليم، كل دي كانت دينونة الهية. الرب قال كده، ده مش تفسيرنا احنا، هو قال كده، هو اعلن عن هذا الامر، هو وضح هذه الحقيقة، هو أعطى هذا البعد. ولأن الرب أعلن ووضح وقدم هذا البعد فبندرك أن هناك كوارث طبيعية بتحدث نتيجة كدينونة إلهية. بس مين اللي بيقول؟ الله. مين اللي بيعلن؟ هو. مين اللي بيقدم التفسير دون؟ الرب نفسه. ده مش استنتاج بشر، ده مش استنتاج بشر. عشان كده في خطورة كبيرة جدا انه انا اخد الطوفان مثلا كحادث واروح مطبق عليه كل الاحداث اللي بتحصل النهاردة في التاريخ، واقول بما انه الطوفان كان دينونة من الله فكل طوفان بيحصل في كل مكان هو دينونة من الله، او لانه الله في وباء حصل كدينونة من الله يبقى كل وباء في التاريخ هو دينونة من الله. ما ينفعش ان انت تحط مبدأ عام. ربنا كان بيتكلم على اناس في وقت وفي مكان وفي ظروف معينة عندما اعلن هذا الامر. يعني الضربات العشر على مصر، ليس كل تاريخ مصر هو ضربات عشر، وليس كل حدث في مصر مأساوي هو ضربة من الرب. واضحة الفكرة؟
الخطورة ان احنا نحط من هذه الاحداث قواعد عامة ونقول بما انه حدث في مرة من المرات يبقى كل حدث مشابه لي يبقى نفس التفسير. ما ينفعش. كويس؟ لكن الحقيقة اللي بيقولها الكتاب في كوارث ارتبطت بدينونة الله. ومين اللي قال كده؟ الرب نفسه هو اللي قال كده، مش الإنسان. كويس؟ في بقى كوارث أخرى حصلت والكتاب ما قالش إنها دينونة من الله، ما قالش ده. بالعكس، ربنا استخدم الكوارث دي علشان يصنع بيها نوع من التحركات لتنفيذ خطته في العالم بصورة رائعة. زي ايه؟ المجاعة اللي حصلت ايام ابراهيم. الكتاب ما قالناش انه المجاعة دي كان سببها دينونة من الله، صح؟ كلنا بنلوم ابراهيم انه نزل مصر، بس الكتاب ما قالش انه هذه المجاعة هي سببها دينونة من الله. كتاب صمت، ولما يصمت الكتاب انا اصمت. وما ينفعش ان انا اقول كلمة الكتاب ما قالهاش. المجاعة اللي حصلت ايام يوسف، هذه المجاعة اللي حصلت ايام يوسف ايضا الكتاب ما قالش انها دينونة من الله. ده بالعكس، ده عايز يقول انه الله استخدم هذه المجاعة لانه دي الطريقة الوحيدة اللي كان ربنا ينزل بيها يعقوب وكل نسل يعقوب الى مصر ويعيشوا في مصر. واضحة الفكرة؟ ففي كوارث الكتاب قال عنها انها دينونة من الله، وفي كوارث حصلت طبيعية. كويس؟ الكتاب لم يعلن انها دينونة من الله، فبالتالي انا مفتيش. وما اخدش حادث واقول عليه انه اهو ربنا اعلن كده فربنا يبقى كل مجاعة هي دينونة من الله، يبقى كل ألم هو دينونة من الله، يبقى تلاميذ المسيح أكتر ناس مدانين من الله لأنه حياتهم كلها كانت ألم ومعاناة، للدرجة أنه كلهم فيما عدا يوحنا ماتوا بسبب إيمانهم ويوحنا اتنفى. يبقى الكنيسة الأولى أيضا وقعت تحت دينونة إلهية لأنه أيام بولس الرسول كانت في مجاعة. فما ينفعش أطبق حادث في ظروف معينة الله أعلن أنه دينونة وأقول أنه كل التاريخ يبقى لازم يمشي بهذا الشكل. لازم نفرق ولازم نبقى بناخد النص في سياقه الكتابي. أوكي، ناخد مداخلة من الأخ زيتوني. ألو؟ ألو؟ أخ زيتوني؟ طيب، معلش أعود الاتصال بينا تاني، وممكن المسؤولين يدخلوك. فلازم نعمل التفريق دي. انا بس حابب انه حضراتكم تبقوا معايا في الصورة، عايزين نعمل صورة كتابية، لانه لما بنفهم الكتاب المقدس بنرتاح وبنريح الاخرين. طيب، حقائق مهمة. في حقائق وانا بدرس الكتاب المقدس لابد ان انا احطها في الاعتبار، وانا بدرس موضوع الكوارث الطبيعية لازم احطها في الاعتبار. أول حاجة إن ربنا لما خلق الكون خلقه أحسن شيء. يعني الكتاب المقدس بيقول لنا كده، ورأى الله ما صنع وإذ هو حسن جدا. ربنا ما عملش حاجة فيها عيوب،
وما عملش حاجة فيها موت، وما عملش فيها حاجة فيها دمار، وما عملش حاجة فيها خراب، وما عملش حاجة فيها أذية للإنسان. إن ربنا ده بالعكس، ده هو عندما أكمل خلقته للكون كله وضع الإنسان في الآخر وراء الله، وإذ ما صنع إذ هو حسن جدا، جميل جدا، perfect، كامل، ما ينقصهوش حاجة. كويس. حقيقة تانية اللي بنقراها أيضا في الكتاب المقدس والمهم جدا لفهمنا للموضوع ده، هي إنه للأسف الإنسان اللي الرب أقامه كوكيل له على الأرض، هذا الإنسان عصى وأخطأ وأراد الاستقلال عن الرب الخالق. دي حقيقة مهمة جدا في إيماننا المسيحي، مهمة جدا في إيماننا المسيحي. طيب أخد المداخلة وأكمل مع حضراتكم النقط. الأخ زيتوني. ألو، عسما يا دكتور عزمي. أهلين أخ زيتوني، كيفك؟ ازيك يا دكتور عزمي؟ الأول طمني عليك، عامل إيه؟ والله نحن نشكر الله بحول الله. نشكر الله كثير. طيب تفضل يا أخ زيتوني معاك. بالله أنت دكتور عزمي تخلط ما بين الشيء المادي والشيء الروحاني. هناك أشياء روحانية لك هي لها علاقة بالله، هناك أشياء مادية. مثلا المرض مادي، التعب مادي، الشمس الحارة والطقس الحار مادي، أو البرودة الشديدة في هذه الدنيا مادية، والوباء هو مادي. وهنا هنا ترى حقيقة صبر البشر. هل هذا البشر يؤمن بالله أم لا يؤمن بالله؟ نحن كمسلمون يقول الله في كتابنا العظيم وهو القرآن، كما أن لك كتاب عظيم اسمه الكتاب المقدس التي تؤمن به الدكتور عزمي، يقول الله تعالى في كتابنا العظيم: أحسب الناس هؤلاء الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هناك التجارب من الله ليرى ليشاهد الله هؤلاء الناس هل هم حقيقة يؤمنون بالله أم لا. ترى مثلا سأعطيك مثال في الكتاب المقدس، عندما كان التلاميذ وكان يسوع المسيح سيدنا عيسى عليه السلام كمسلم وأنتم كإله كيسوع، عندما وضعوه على الصليب ترى أن التلاميذ كان شبه ليس لديهم إيمان، لأنهم كما تعلم تركوه وهربوا الذين عاشوا معه ورأوا هذه المعجزات ورأوا أحياء الموتى. ونتعجب حتى كيف يهوذا الإسخريوطي الذي باعه وبطرس الذي أنكره. طيب. وهؤلاء عاشوا مع هذا الإله العظيم الذي أنتم تقولون بأنهم إله، ولكن نحن كمسلمون نقول بأنه نبي مرسل من الله، ولكن نحن نقول وبشر الذين. طيب يقول الله النقطة يعني أنت واخد داخل في تاريخ كامل. النقطة اللي أنت عايز توصلها وإن إلهيون، ولكن انظر كيف المسيحيون. أنت تعلم أن هذا وباء عالمي ونحن ألو؟ أيوة سامعك، كمل. وأنت ترى هذا البلاء، ولكن يجب أن نأخذ الحذر وأن نأخذ الأسباب. الأسباب هي الوقاية من هذا المرض. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخرج أو يذهب إلى غزوة أو إلى ليحارب، فكان يضع الكاسك معناته بالعربية لما فما معناته على رأسي، وكان معناته يأخذ الحذر وهو نبي، كما أن سيدنا عيسى كان يدعو الله. خليني
خلينا نمشي معاك. اوكي، انا موافقك ان انت بتقول ان احنا في الوباء دون لازم ناخد الحذر، صح؟ ما معناتها يجب علينا ان نلجا الى الله، هذا الله الذي خلق هذه السماوات والارض. ولكن انت تعتقد بان يسوع المسيح اله، وان يسوع الذي هو اذا كان هذا هو اله فلماذا مات؟ وإذا كان هو إله لماذا يدعو؟ هذه مداخلتي بالراحة بكل المختصر. اسمعني، أنت مستمعني صح؟ كل الشفاء خليني وأتمنى أن لا يصيبك أي مرض دكتور علمي. يا أخي زيتوني، أنت خليك بس في موضوع الحلقة النهاردة. إحنا بنتكلم عن الكوارث والأوبئة، فاديني، هل انت ترى ان هذه الكوارث والاوبئه سببها الانسان ام سببها الله؟ اخزيتوني. طيب اخزيتوني، يمكن الخط وقع منه تاني، انه هو هيدخلنا في موضوعات يعني كثيره ومتشعبه، و لكن أنا مش عايز أخرج برا هذا الموضوع. الموضوع اللي أنا فعلا عايز أرجع لي تاني هو أنه الله خلق الكون كامل. والحقيقة التانية اللي بيقولها لنا الكتاب، ودي الحقيقة اللي مش ممكن أبدا تغيب عن نظرنا، هي أن الإنسان سقط وعصى وأراد أن يستقل عن شخص الرب الخالق. بالسقوط دوان كان ليه نتائج، السقوط نفسه كان ليه consequences، نتائج. النتائج دي كانت نتائج سلطة الخطية، الموت والدينونة. فالله نفسه أدان الإنسان، وجزء من دينونة الله كان أيضا الحكم على الإنسان بالموت. علاقة الإنسان بعد لما سقط، علاقة الإنسان بالله اتأثرت، وعلاقته بأخيه الإنسان تشوهت، وعلاقته بالخليقة أيضا فقد السيطرة عليها. إنه أصبح الإنسان في الثلاث أبعاد دول، البعد في علاقته مع الله، والبعد في علاقته مع أخيه الإنسان، والبعد الثالث في علاقته مع الخليقة، كلها علاقات أصبحت غير صحيحة. فأصبح الإنسان بدل ما يحب الرب أصبح الإنسان بيهرب من رب، بدل ما يحب أخيه أصبح يكره أخيه، ويحب نفسه أكتر من أخيه. أصبح الطمع، الشهوة، الرغبات الشريرة، الرغبة في الربح بسرعة. أصبح الإنسان يعني من ضمن الحاجات اللي بنشوفها النهاردة والغريبة، إنه الماركتس كلها أصبحت تبقى خالية من الأشياء. ليه؟ لأنه مش بس الإنسان خايف، لكن الإنسان أيضا بطبيعته طماع، أناني، هو يريد أن يأخذ كل حاجة لنفسه، فما فكرش في أخيه الإنسان. علاقته بالطبيعة، ما يحدث الآن في الطبيعة وفي من بسبب من الأمراض الكثيرة، هو أساسا سوء استخدام الإنسان للطبيعة. كلنا نعرف كده كمصريين، ومحدش فينا يقدر ينكر أن واحدة من البلاء أو البلاوي التي ابتلينا بها كمصريين هي ماء النيل، اللي المفروض ربنا أعطاه لنا كبركة، لكن حولنا هذه المياه إلى سموم، وأصبحنا نحط في مية النيل كل أنواع البواقي الشركات الكيماوية والصرف الصحي إلى آخره، للدرجة أنه أصبح أعلى نسبة للفشل الكلوي في العالم موجودة في مصر. مين اللي تسبب في كده؟ مش ربنا، لأنه الإنسان أساء الطبيعة وبهدل الطبيعة لربنا أوجدها كاملة. كويس؟ فساد الإنسان الأخلاقي لابد أن يعاقب. سرعان ما انتشر هذا الفساد الأخلاقي، ولنا الكتاب وراء الله أن أفكار الإنسان إنما هي شريرة كل يوم. فبالتالي أراد الله أن يعاقب الإنسان على فساده الأخلاقي. الطوفان كان دينونة من الله. لما نقول بقى إنه الله مش من حقه يدين الإنسان،
كأننا بنسلب من الله كونه الخالق الديان الذي وحده وضع القوانين الأخلاقية التي طلب من الإنسان أن يعيش بها. على فكرة اللي احنا بنطلبه من ربنا ما نقدرش نطلبه من البلاد اللي احنا عايشين فيها. ما نقدرش نقول للبلاد معلش سامحونا أو تغاضوا عن عقاب المخطئ. ربنا بيستخدم الدينونة وبيدين. طرق دينونته مختلفة. كويس؟ حقيقة اللي بعد كده المهمة، تجاهل الخطية لا يتماشى مع عدالة الله. إن أنا لو تجاهلت وجود الخطية ده مش معناه إنه يعني إنه لا يتماشى، فإن الله عادل لابد أن يدين الخطية. واحدة من الطرق التي يستخدمها الله لدينونة الخطية هي الظواهر الطبيعية. الظواهر الطبيعية ربنا بيستخدمها لدينونة الإنسان. بس زي ما قلت ما ينفعش أفسر كل ظاهرة طبيعية على أنها دينونة من الله، زي ما ينفعش أفسر كل طوفان على أنه دينونة من الله وكل مجاعة على أنها دينونة من الله. عدالة الله لابد أن نراها في ضوء محبته. الله العادل الذي يدين الخطية كويس، هو نفسه الذي دبر للإنسان غفران لخطيته من خلال شخص يسوع المسيح. الصورة دي لو غابت عن ذهننا كتابيا مش هنقدر نحط اي حاجة في منظورها الكتابي. ما ينفعش. زي ما قلت الخلق، السقوط، الفداء، وزمن رد كل شيء. دول اربع حقائق هما اللي بيربطوا كل الايمان المسيحي. المنظور الكامل اللي أنا محتاج أعرفه كمسيحي عشان أقدر أفهم الوقت اللي أنا عايش فيه والزمان والأحداث من منظور كتابي. طيب إزاي نقدر نفهم صلاح الله؟ وإزاي نقدر نفهم صلاح الله في ضوء الأحداث والكوارث؟ وزي ما قلت إنه المعضلة اللي دايما كان بتطرح وما زالت تطرح لحد النهاردة، اوكي ربنا صالح ومحب وربنا قدير. فاذا كان ربنا صالح وقدير ده المفروض انه ما يبقاش فيه شر ولا ألم للإنسان، لانه محبته وقدرته، بقدرته يقدر يمنع الألم ومحبته يقدر ايضا يمنع الألم. فيا إما، وده اللي اقترحه بعض الملحدين الفلاسفة، يا إما الله غير قادر، هو محب بس غير قادر، عنده أمنيات جميلة بس ما يقدرش حققها، يا إما هو قادر لكنه مش محب، وبهذا يكون فالله جزء شرير. لكن الصلاح والمحبة إزاي يجتمعوا مع بعض، والقدرة والمحبة إزاي يجتمعوا مع بعض في فهم وجود الشر والألم. ودي اللي بيطلق عليها ثيودسي أو حلول قدمت لفهم هذه المعضلة. النظرية الأولى بتقول إنه ربنا صالح وربنا قادر، لكن في نفس الوقت ربنا أعطى الإنسان حرية. أعطى الإنسان حرية، وإن ما نراه من شرور الآن هو بسبب حرية الإنسان اللي الرب أعطاها للإنسان، واحترم أيضا أن يكون الإنسان المخلوق عنده هذه الحرية ليختار بها أن يحب الرب أو أن يبغض الرب، أن يحب أخيه أو أن يكره أخيه، أن يفعل الخير أو أن يفعل الشر. الله خلق الإنسان كائن حر، والحرية دي هي اللي بتدفع الإنسان للخير أو للشر. عشان يكون في حب وثقة وإيمان لازم يكون الإنسان حر. المحبة والثقة والإيمان مش ممكن يبقوا موجودين لو الإنسان خلق
كإنسان آلي، تدوس على زرار يحبك، تدوس على زرار يثق فيك، تدوس على زرار إنه يبقى عنده إيمان. لكن لأنه حر فهو يستطيع أن يحب ويستطيع أن يثق ويستطيع أيضا أن يؤمن. لو ربنا تدخل عشان يمنع الأذى أو يلغي حرية الإنسان، يبقى هنا ربنا بينزع من الإنسان حاجة ميز بيها الإنسان وهي الحرية. كويس؟ طبعا هنا بيتكلم عن أكتر عن النظرية دي، بتقدم إجابات أكتر عن الشر الأخلاقي وليس عن الناتشرال ديزاسترز أو الكوارث الطبيعية. في واقع الأمر الإنسان بيجعل الكوارث أكثر مأساة. يعني مثلا الإنسان هو اللي بيقطع الأشجار، الإنسان هو اللي بيلوث المياه، الإنسان هو اللي بسبب طمعه بيحقن الفراخ وأيضا اللحوم بمواد مضرة للإنسان. الشذوذ أيضا هو الإيدز، هو أيضا شذوذ جنسي خاطئ مع حيوان أو غيره. الفيروس كورونا هو انتقال من الكائنات زي الخفاش والتعابين اللي بدأ الإنسان يأكلها إلى الإنسان. كل الحاجات دي سببها الإنسان، مش سببها ربنا. ربنا بريء، احنا بس بنحط ربنا في كل حاجة، بس ربنا بريء. سببها حرية الإنسان الذي أراد أن يستقل عن الله ويفعل بنفسه ما يريد، فأصبح يضر نفسه ويضر الآخرين ويضر الخليقة اللي ربنا خلقها. واحدة من أسباب انتشار الكانسر اللي احنا بناكله، واحدة من أسباب انتشاره في كل مكان، انه الطمع البشري سواء مواد حافظة سواء كيماويات محطوطة في الأكل سواء حقن محقون بيها الحيوانات اللي بناكلها سواء البقر أو الفراخ اللي بناكلها، كل ده والأعلاف اللي بتحط فيها كيماويات. فالإنسان هو اللي بيأذي نفسه، ربنا بريء. والمرض دخل نتيجة خطية الإنسان، ربنا بريء. ربنا لما خلق الإنسان لم يخلق المرض معاه، لكن المرض دخل نتيجة الخطية، نتيجة ضعف الجينات الإنسانية. وفي نفس الوقت اللي بيدخل جوه الإنسان من ما صنعه الإنسان هو اللي بيضر بالإنسان. وده على فكرة أي واحد، يعني مش لازم يبقى عالم، لكن أي واحد قاري يقدر يعرف كده. متوسط العمر، هتدرس متوسط عمر الإنسان بين الشعوب المتقدمة والشعوب الغير متقدمة، وشوف ادرس عمر متوسط الإنسان ما بين شعوب بتاكل صحيا وما بين شعوب بترمرم باستمرار. شر الإنسان. نظرية ثانية هي نظرية القوانين الطبيعية، بمعنى هي قالك انه ربنا صالح وقادر، لكن ربنا أوجد قوانين طبيعية هي اللي تتحكم في الكون، وهذه القوانين هي اللي بتسير كل شيء. كويس؟ هذه القوانين هي اللي تسير كل شيء. مثلا هديكم مثال بسيط، الفيضان الأنهار ده جزء مهم من خليقة ربنا. ربنا عمله كده، عمل انه الأنهار تتملي فتفيد، فالطمي بتاعها والغذاء بتاع الأرض كله، كأن ربنا بيغسل الأرض وبيكسوها من جديد بخير وبرحمة من عنده. وده اللي كنا مختبرينه في مصر قبل السد العالي، انه كان الفيضان بيأتي بكل الخير للأرض الخصبة المصرية.
لكن في سنة 1873 حصل انفجار كبير جدا للبركان في أوروبا وفي أيسلند. كان في أيسلند والبركان ده بسبب اللي خرج منه أثر على الأمطار للسنة اللي بعدها اللي نزلت في أفريقيا، وبالتالي أثر على بحيرة فيكتوريا وأثر على فيضان نهر النيل. نتيجته حصل مجاعة في مصر، مات سدس سكان مصر نتيجة المجاعة اللي حصلت لأن نهر النيل لم يفد. ففيضان النهر كان خير من عند ربنا، هو حاطط القانون ده، بس مش حاطط الناس تبني بيوتها قدام فيضان النيل فتغرق، وحط القانون انه يخص بالارض ويجعلها بركة. واضحة الفكرة؟ طيب هل يمكننا ان نلوم الله؟ ما ينفعش نلوم ربنا، ما ينفعش. هو متسلط ياس، ومتحكم في كل الامور ياس، هو السيد، هو الذي يسمح بكل الامور. دي حاجة مهمة جدا، ربنا سيد على كل الأحداث، لكن لا يمكننا أن نلوم الله على ما يحدث لنا من شرور. وما نعمل إيه؟ نثق في صلاحه، نتكل عليه، نصلي، نؤمن أنه وإن كنا نجتاز في ظروف صعبة إلا أنه هو في صلاحه سيخرجنا إلى الرحب. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. أنا عارف أنه ما نجتاز فيه من ظروف هذه الأيام، وعلى فكرة كل الناس متأثرة، الغني والفقير، اللي بيشتغل وما بيشتغلش، كل ده متأثر. عونا في الضيقات، الله لنا عون. عشان كده حابب انا عندي كام نقطه كنت اتكلم فيهم، بس حابب اختم معاكم بترنيمه يعني هنختم بيها بعدين، لكن النقطه اللي عايز اتكلم فيها فعلا انه لابد ان تتجه قلوبنا وعيوننا نحو الرب. هذه الايام كويس، يبقى ما ينفعش نلوم ربنا، وما ينفعش نقول له لماذا لم يحمينا، وما ينفعش نقول له ماذا فعلنا لنستحق كل هذا، او انه نفسر زي ما قلت الاحداث اللي حصلت بالطريقه التي تحلو لنا. عايز اقول لكم حاجه يعني يمكن مضحكه، بس هي ده الواقع، كل واحد بيفسر الاحداث من وجهة نظره الدينية. مثلا الإسلام والمسيحية واليهودية، مش دول الثلاث أديان اللي احنا ممكن نقول يعني اعتبارا انا لا اؤمن المسيحية دين، لكن اؤمن انه خدها يعني انا اعتبرها كدين دلوقتي. لما حصل في سنة 2006 حصل اعصار كبير جدا، ضرب مدينة أورلاندوس ودمر كل المدينة، ودخلت المية، كان في لافيو كسر ودخلت المية كلها إلى المدينة، وعشرات الناس ماتت، بل مئات الناس. كل واحد فسر الحدث ده بطريقته. المسيحيين قالوا إيه؟ مدينة أورلاندز دي مدينة شريرة كويس، وفيها إجهاض وفيها شواذ، فربنا أدان هذه المدينة بالهروكين بالإعصار. المسلمين قالوا إيه؟ المسلمين قالوا ده عقاب ربنا، عقاب الله لأمريكا، لأن أمريكا واقفة مع اليهود ضد الفلسطينيين، فربنا عاقب أمريكا علشان وقفتها ضد الفلسطينيين. اليهود قالوا إيه؟ اليهود قالوا ده عقاب ربنا لسياسة جورج بوش، لأنه رفض الاستيطان وبناء المستوطنات في غزة. فالمسيحي فسرها على أنها عقاب الله،
المسلم فصل عن عقاب الله، اليهودي فصل عن عقاب الله، وكل واحد تفسير مختلف. لماذا لا نترك الأمر ليد الرب؟ لماذا لا نترك الأمر لمن له الحكم الذي يعرف القلوب؟ وما دورنا إيه؟ دورنا أن احنا نصلي، دورنا أن احنا نقدم الإنجيل، دورنا أن احنا نكرز بيسوع المسيح، دورنا أن احنا نقرب الناس للرب ونعرفهم عن الرب، ونحذرهم أيضا عن الهلاك الأبدي. ده دورنا، لكن مش دوري أن أنا أفسر أحداث التاريخ وأقول أنه دي دينونة من الرب. أختم معاكم بترنيمة أصلي أنها تكون صلاتي وصلاتكم جميعا، وهنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية إن أعطانا الرب. فإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، سلام المسيح يكون معكم. اسمع صراخي يا سلام.